كما تشاهدون الآن استهداف عنيف الآن في معسكر جباليا. استهدفت طائرات الاحتلال عدد كبير من الغارات في هذه. الأطفال يبحثون عن والدهم. ابويا انا مقعد، ابويا مقعد، يعني لما بده ينقل بده اربعه يمسكوه. طب ايش كل شويه بدنا ننقله احنا من مكان لمكان؟ حددوا لنا مكان امن واحنا بدنا نقعد فيه. احنا ما احنا احنا المدنيين ما لنا ذنب. والله ما في منطقه صارت في غزه امان. احنا كنا في الزيتون انقصفر، كنا في المعسكر انقصفر، كنا في مدينه حمد امبارح 6-7 ابراج انقصفر، مش شايفين في منطقه امان.